السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي وحبيبي، مرحبا بكم مرة أخرى مع فيصل المدني في قناة فيصل المدني. قبل ما نبدأ الموضوع بطبيعة الحال كيف ما العادة ديما كنرحبوا بالناس الجدد، وكذلك نشكر الناس اللي هي مشاركنا مع القناة وكتعاونا بالبرتاج وكتعطينا لايك بطبيعة الحال إلى عجب الموضوع. أخوتي وخواتاتي، إذا كنتوا كتشوفوني في هذا الفيديو أول مرة، ما عليكم إلا تشاركوا معنا بالقناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وتعطيونا اللايك ديالكم إلى عجبكم الموضوع بطبيعة الحال، وتخليونا أي ميساج اللي بغيتو تستفسروا على شي حاجه او اي حاجه جاتلكم في البال بغيتو تسولوا عليها، ممكن لكم تخليوها ونتواصلوا ان شاء الله معكم في الحين والوقت ان شاء الله بحول الله، وذلك فضلا وليس امرا. اخوتي اخواتي، نبداو في الموضوع. الموضوع ديال اليوم محير للدماغ، هل ستفتح الحدود مع ديار الام المغربيه ام لا تفتح الحدود؟ هل هناك شروط وضعتها ديار الأم أي وزارة الخارجية بديار الأم المغربية؟ هل هناك حجر صحي عندما نصلون إلى ديار الأم وهي 9 أيام؟ هل هناك ذلك القيام بتحليلتين باش نشوفوا راسنا باش فينا مرض كورونا ولا ما فيناش؟ إن عدة تساؤلات تطرح، ولكن الغريب في الأمر على أن ليس هناك أي خروج إعلامي أي نشاط إعلامي من طرف الوزارة الخارجية للدولة المغربية من أجل التوضيح والتفسير للناس العالقين بديار إسبانيا، وكذلك الناس العالقين بديار الأم المغربية. وأتمنى من خالص القلب على أن يكون هناك تدخل ملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باش يحد هذا المشكل إن شاء الله بحول الله، وتكون الموضوع يكون هناك وضوح وشفافية في هذا الموضوع. هذا ليس بالشكل المعتاد، كنا كنعرفوا من اجل الحمايه والوقايه المغرب تتخذ عده تدابير من اجل الحمايه والوقايه. كنعرفوا ان البلاد الام المغربيه اللي هي بلادنا ديما كتتخذ عده تدابير للوقايه والحمايه من هذا الفيروس القتال اللي كنا كنعرفوا مازال ما تلقى ليه اي لقاح باش ان الانسان يعيش حياه طبيعيه ويتعايش مع هذا الوباء هذا. وكنا مع بلاد الام، ولكن نريد خروج اعلامي، نريد رد الحكومه، نريد رد للوزير الخارجيه من اجل الاطمئنان وراحه البال من لقاش. كنا كنشوفوا على ان الصيف راحنا اليوم ان شاء الله بحول الله الشهر يعني شهر 7 شهر يوليوز بالضبط، عندنا 17/7 مازال ما عارفينش كاع شنو كاين، ولا 18/7 مازال ما عارف شنو كاين. فلهذا الخوت بغينا واحد القرار باش الناس اللي هي عالقه تما تعرف شنو دير، والناس اللي عالقه هنا باش تعرف شنو دير ان شاء الله بحول الله. وكلنا كنعرفوا على الظروف الصعبه اللي دازت وقيت الحجر الصحي الكونفينمنتو اكزاكتامينتي، الناس دوزاتها صعيبه وصعيبه بزاف، الله يحسن الاحوال للجميع. كذلك الحدود الاسبانيه مع المغرب مازال ما عرفنا كاع شنو كاين. كنعرفوا على ان الاتحاد الاوروبي بغى يفتح الحدود مع 3 دول المغربيه الا هي المغرب والتونس والجزائر، ولكن اسبانيا لها قرار شخصي مع الحدود المغربيه، ومازال ما عرفناش اشنو كاين الخوت. يعني هناك صراعات، هناك دائما صراعات، وما عرفناش اشنو كاين وما عرفناش شنو يوقع ان شاء الله بحول الله. وكلكم كتعرفوا الصراعات دائما كاينه ما بين على المدينتين المحتلتين سبته ومنيليا، كيف ما كنعرفوا على الدوله المغربيه سدات جميع المخارج على سبته ومنيليا المحتله المحتلتين، وهناك شد وقطع مات الدوله الإسبانية مع دوله المغرب، والضحايا طبيعه الحال هما المهاجرين مازال ما عرفنا كاع شنو كاين. ولكن في البوليتين ديال الاستادو دي اسبانيا اللي خرج نهار 3/7 قال على إذا ما تفتحش الحدود شكون الناس اللي يمكن لهم يدخلوا ويخرجوا ان شاء الله بحول الله. وفي هذا البوليتين كما كتشوفوا معلق عندي هنا راه هو درت له واحد الاشهار يمكن لكم تامبريميو وتشوفوا الناس بالتوضيح المفصل شكون اللي يمكن لهم يدخلوا ويخرج. الناس اللي يمكن لهم يدخلوا ويخرجوا بالنسبه للناس اللي هي متابعه القرايه ديالها هنا يعني متابعه الدراسه ديالها، هذوك الناس يدخلوا إذا كانت الحدود مازال ما تحلاش. كذلك الناس اللي هي متابعة يعني طبيب
المكلف بالقلب او امراض مزمنه، هذوك الناس يمكن لهم يدخلوا. كذلك الناس اللي عندهم واحد الفيزا هي لارغا دوراسيون، يعني واحد الفيزا طويله، هذوك الناس يمكن لهم يدخلوا لاسبانيا وكثير من الاتحاد الاوروبي، ما كاينش المشكل. الناس كذلك اللي عندها بطاقه العمل، يعني كانوا مقيمين بديال المغرب اسبانيا والعالقه بديار الام، هذوك الناس يمكن لهم يجيو يدخلوا بطبيعه الحال، ما عدا عليهم يري تبتوا اوراق الاقامه الا وهي الريزيدنسيا. كذلك الناس اللي هما ديبلوماتيكوس، يعني الناس اللي خدامين في الدبلوماسيه، يعني يمكن لهم يدخلوا ويجيو يقوموا بالجماعه ديالهم، يعني فوق ما بغاو، هذوك الناس ما عندهمش مشكل. كذلك في الوقيته ديال الفلاحه، في الوقيته ديال الفلاحه كما كنعرفوا الفريز ولا هذه، هذوك الناس اللي هي مصادقه الدوله الاسبانيه مع الدوله المغربيه عقد عمل مع عده نساء لجني الفراوله، هذوك الناس كذلك يجيو في الوقيته ديال الفلاحه ويدخلوا ويخدموا على راسهم فوق ما بغاو. يعني هناك عده ضوابط، والناس عندها مخطط باش انك تمشي دوز العيد مع احبابها واهل ديالها بالديار الام الا وهي المغربيه. كذلك نخص نزيدكم علما على ان ظهور بعض البؤر عده اصابات، وكنا كنعرفوا هنا واحد البويبلو جيس بورغوس رجع للحجر الصحي، كذلك يريدا رجع للحجر الصحي فاسيدوس، يعني لازال هناك ظهور بعض الاصابات، يعني ظهور بعض البؤر بالنسبه للجائحه ديال كورونا فيروس، يعني لا اله الا الله. كذلك ارتفاع بعض الحالات بديار الام الا وهي المغربيه. بغينا نعرفوا الخوت ان شاء الله بحول الله باش الوقايه خير من الف علاج، يعني اخر الحيطه والحذر الخوت. تنقولوا مازال سنعاودها، الى الدوله الام المغربيه ما بغاتش تفتح الحدود، الى هناك مغزى او معنى، يعني هو الوقايه ثم الوقايه من ازدياد حاله الاصابات الا وهي هذا الفيروس ديال كورونا الخوت. يعني صعيب الحال، وكنا كنعرفوا مازال ما تلقاوش الفيروس، هذا الفيروس مازال ما تلقاوش اللقاح، يعني الحد من هذا الفيروس هذا الا وهو يدخلوا من الناس، كذلك ديال الام، الناس اللي هي عالقه ربما يكون معها واحد الحلول ان شاء الله بحول الله. ربما ان شاء الله في هذه الايام هذه، ربما البارح كان واحد الاجتماع ان شاء الله، وكنا كنعرفوا على ان وزير الخارجيه بوريتا قال على ان تحل الحدود ان شاء الله نهار 10 في شهر 7. نتسناو ربما يكون هناك تغيير، ربما بين عشيه وضحاها يقول لك فوالا الحدود غتحل ان شاء الله بحول الله، ولكن للصبر حدود كما قالت ام كلثوم في اغنيه ديالها، للصبر حدود. يعني انا كنشوف الناس اللي عالقه، انا ما كنشوفش الناس اللي باغا عاد تمشي دوز لي فاكونس ديالها، نو، انا كنشوف الناس اللي عالقه هنا، يعني شيء مؤسف ومحزن. كتشوف دوك الناس بالطوموبيلات ديالهم السيارات ديالهم، الناس خلات ولادها وحبابها، وكذلك الناس العالقه بديار الام اللي هي دابا في هذه الوقيته وضعيه غير قانونيه، ما عارفين راسهم من رجليهم، كتشوف الورقه ديالهم ماتوا، بنادم ما تنعش بالليل حقيقه، وكان واحد بعض الاتصالات مع واحد الناس، مازال ما عرفناش شنو هي الحلول، مع العلم ان كنشوفوا بعض الخراجات، بعض اللقطات، يعني رجوع بعض الجاليه وكذا، وهذه كاين هناك رواتب، هناك التزامات، هناك يعني كما تنقولوا بالدارجه المغربيه، كل وقت وقتها ان شاء الله بحول الله، عندنا واحد ليست كنمشيو عليها تبارك الله عليهم. يعني من هذا المنبر انا كنحيي البلاد ديالي الام، خذت التدابير جد صارمه، كنشوفوا على ان هناك كونترول في هذا المرض هذا، تبارك الله عليهم، يعني المسؤولين البلاد كاملين خذوا واحد الالتزامات جد صارمه في هذا الموضوع هذا، و قدروا يكونتروليو هاد لا سيتياسيون ديال انتشار مرض جائحه كورونا، يعني هاد المرض ديال الفيروس القتال، يعني تبارك الله عليهم هاد المنبر. كذلك كما قلت لكم راه ما معلق الناس في هاد الورقه اللي كتشوفوا معلقه على بوليسين ديال ستادو اللي خرج 3 في شهر 7، راه ما قراوهم مزيان، تشوفوا الناس الا ما تحلاش الحلول شكون يمكن لهم يمشي وشكون يمكن له يجي. يعني انا شرحت داكشي مفصل، ولكن داكشي طويل بزاف، ما يمكنليش نشرح لكم كلشي، ولكن انا عطيت بعض النقاط باش تعرفوا شكون يمكن له يدخل ويمكن له يخرج ان شاء الله بحول الله. من هذا المنبر اتمنى ثم اتمنى الوزير الخارجيه والتدخل الملكي فوريا باش ان تحل القضيه ديال فتح الحدود ان شاء الله، يخرج بواحد القرار يقول لهم فوالا ما تحلش، علاش؟ تحل وفوقاش، يعني لا اقل ولا اكثر. وكذلك بغينا واحد التوضيح، لحقاش هناك شائعات والقيل والقال كنعرفوها كاملين، توضيح واش
هناك التزام بالقيام بالحجر الصحي بالنسبه للناس الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج 9 ايام، وكذلك القيام بتحليلتين، وكذلك بغينا توضيح شكون اللي يخلص ديك التحليلتين، واش الجاليه، وكذلك واش ديك 9 ايام اللي يجلسوها في لوطيل خارج عن الديار ديالهم واش فيها الخلاصه ولا ما فيهاش. بغينا توضيح في هذا الباب هذا، لاقاش انا ما نقولها بصراحه، انا ما شفت حتى شي توضيح، الناس غير كتقول فهمنا، ولكن يا حبذا يخرج واحد التوضيح، واحد القرار رسمي مكتوب رسمي باش ان هذه المسائل توضح للناس بشكل شامل الخوت. مهما من مره تنقول لكم اشتركوا معنا بالقناه كيف ما العاده، فعلوا جرس باش يوصل الجديد، واعطونا لايك ديالكم الى عجبكم الموضوع بطبيعه الحال، معكم دائما وفوريا وحصريا المد الفيصل حقيقه في دقيقه، يعني اخبار ما تنجيوش نقولوها لك، حنا ديما كننصحوا وننصحوا الجاليه المغربيه، هناك الناس اللي كيبغيونا والناس اللي ما كيبغيوناش، لا اله الا الله ولكن لا غالب الا الله كما تنقولوا مازال نعاودوها. من هذا المنبر اوديعكم لله في سبيل الله، معكم المد الفيصل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، احبكم في الله، والسلام عليكم.